طبعا هسه اشوفكم الجاردينيا مزهره بهذا الوقت اخوان الاعزاء. شوفوا اليوم انا شفتها مزهره. شوفوا هاي تيكوما الزرقاء من النوادر هاي الشجره. وهنا الحمضيات مختلف الانواع. وهنا شو اسمه، شوفوا هنا، خلي هنا اشوفكم. هنا الهيل، هذا الهيل، شوفوا هذا الهيل. هاي حتى هنا من تخليها بحلقك او تشتم العطر مالتها تحس بطعم الهيل او تشتم عطر الهيل. هنا هذا هنا الكجرات، هذا هنا السابوته الشوكولاته، هنا ورد الموز او ورد الكنه. شوفوا هنا سحر، هنا الاكاسيا نودوزا، هاي الاكاسيا نودوزا. هنا شوفوا هنا مجموعة نباتات. طبعا هنا نخلي المي هنا حتى ذن هم يشرب المي، وهم ماكينها يعني هذا مال الدواجن، مخلفات دواجن تجي تغذي هاي الحديقة. شوفوا هم تنغسل القفص، وهم ما تشوفوا هذا المي، هذا المي راح يزقي اللي يعني كأنما ناخذ المخلفات مال الدواجن تتحول إلى سماد، إلى سماد للحديقة المنزلية وتفيض هذا الشيء. طبعا هنا أيضا الجربرة، وهنا شوفوا لال عباس الأبيض العراقي العطري، وهنا أبصال مختلفة. هنا زراعة الجربرة والأبصال ومختلف، هنا طبعا مزروعة أبصال مختلف الأنواع مالتها رائعة. وهنا شوفوا هاي، شوفوا هاي ان شاء الله، شوفوا هاي راح اطلع ورقة جديدة، ما هاي هي وحدها تطلع. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا سحر وجمال النباتات، شوفوا جمال الكف مريم، وهذا النبات، شوفوا جمال هذا النبات اللي هو التولب الافريقي، ازهر عندنا في بابل. وشوفوا ثمار اللالنج القزمي، وشوفوا جمال مختلف انواع النباتات في الحديقة المنزلية راح نشوفكم وياها حاليا. شوفوا هنا نباتات متنوعة وكثيرة، خلينا نشوفكم هاي الحلوة. طبعا الشوادر هذا التول الاخضر وخرناها من الحديقة المنزلية، خلينا بس هاي فوق السيارة. شوفوا هاي الحيوانات اللطيفة اللي تنبض بالحياة صراحة بالمنظر مالها. سبحان الله. خلينا نشوفكم هنا، نحول هاي شلون نرجعها. ايه شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا هنا شوكة المسيح بدت بالتزهير. هاي شوف وحدها ممكن تكون حديقة. هنا هاي كلها زراعة، هاي شوكة المسيح، وهنا مختلف انواع النباتات، وهنا الصباريات، العصاريات، الورد الجوري. هنا هاي كلها سنادين مزروعة. وهنا هذا الجهنم القطمر، شوفوا هذا القوس، هذا الجهنمي. هسه نشوفكم باقي النباتات والورد الجوري، وشوفوا سحر وجمال الجهنمية. شوفوا هاي الجهنمية، نشوفكم النوع القطمر. شوفوا هسه هذا النوع القطمر، شوفوا اخوان الاعزاء، نعم الاصفر موجود والبرتقالي. شوفوا اخوان الاعزاء هذا الجهنمية، هاي الجهنمية في حديقة المنزلية.